مرحبا الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، مرة ثانية يتجدد اللقاء بكم لنتابع هذا المشوار وهذه المسيرة المستمرة هنا في ميدان الأهباب. شوطنا الثالث عشر يتحرك بفئة الأبكار المحليات الأصايل، غايه بالمركز الأول سعيد بن عبد الله بن محمد الفلاسي من يقدم لنا غاية بالمركز الأول، وغايته الناموس والسرعة والناموس. المركز الثاني الحذر العلي بن سالم بن سليم من الجانب الآخر، أيضا تأتينا هذه اللي هي بنسميها مفترة، تفتر عن 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 الطريق. هذه اللي هي مو مدونة عندنا، هذا شعار سالم بن محمد بالطبيعة، سالم بن محمد أو عوض بن ناصر المالكي، عوض بن ناصر المالكي اللي بالمركز الثاني، والمركز الثالث الحذر العلي بن سالم بن سليم. خلاص احنا سميناها الاسم، اعطيناها الاسم. العوض بن سالم المالكي اللي بالمركز الثاني، عوض بن ناصر المالكي يتصلوا بنا من اللجنه ويبلغونا عنها انه بالمركز الثاني الان. المركز الرابع اقول هني جباره سالم بن متعب بن سالم بالعامري الاجتبي، والمركز الخامس اللي هي مياسه محمد بن سعيد بالحب العامري، اما المركز السادس اللي هي الشايبه حميد بن محمد بن معصم الفلاسي، والمركز السابع فشعار او الشاهنيه سلطان بن خلفان بن عبيد الاجتبي، شعار بن دحروي معروف، هذا مو عليه غبار يعني ولا يختلفون عليه اثنين. المركز الثامن شعار حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي من يقدم لنا الدانه، والمركز التاسع هدف ومحمد بن حمد العويسي. المركز العاشر اقول هني حشيمه سيف بن حمد بن سلطان بالجافله. هذه العشره المراكز الاولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، للعشره المراكز الاولى التي اعلناها في هذا المسار وفي هذا التحدي. نتابع ونراقب ماذا يدور على المقدمه من قبل اللي هي غايه، ما زالت محتفظه بالمركز الاول سعيد بن عبد الله بن محمد الفلاسي، هو من يقدم لنا غايه بالمركز الاول، والمركز الثاني الحذر العلي بن سالم بن سريم. وصلنا ايضا شعار محمد بن سعيد بالحب العامري على ظهر مياس بالمركز الثالث، وابو عبد الله من ياتينا بالمركز الرابع حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي. اما المركز الخامس العوض بن ناصر المالكي من ياتي على المركز الخامس، واشوف هذا الشعار القادم مع الشايبه حميد بن محمد بن معصم الفلاسي من ياتي على المركز الخامس، والمركز السادس او السابع المركز السابع هدف محمد بن حمد العويسي. هذه الاسماء المتواجده عندنا في القمه في دائره الصراع على القمه، والناموس يتجول بينهم، الناموس يتجول بين الشباب بن سليم، وعندنا الفلاسي، وعندنا بن كعيب الفلاسي ايضا، وعندنا القادم هذا راعي مياسه العامري بالحب العامري اللي هو محمد بن سعيد بالحب العامري، وعندنا ايضا حميد بن محمد بن معصم الفلاسي مع الشايبه. الله الله الله، تبغي الاذاعه. هدف العويسي وناصر المالكي هم الهاجمين والقادمين. يا سلام، حلو الشوط، احلوت المعركه
يا سلام، الشعار الأحمر مسيطر، غاية مسيطرة، غاية مسيطرة. سعيد بن عبد الله بن محمد الفلاسي هو من يقدم غاية بالمركز الأول، ولكن عادل الهجوم القادم قريب منك، إذا عندك دفاعات قوية تقدر تسيطر عليهم يمكن أنك تردهم عن هجومهم، وإذا ما تقدر تسيطر عليهم الله يعيد، الله يعيد يا جماعي، هجوم جماعي بن سليم والمالكي وبالحب، وعندنا بن كعيب، وعندنا أيضا العويسي، وعندنا الفلاسي بن معصم الفلاح، الله يعني كلها أسامي كبيرة. يا غاية يا غاية يا غاية يا غايتي يا مرادي يا غاية، يا بن كعيب وصل، أبو عبد الله وصل، يهدد 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 يهددهم، هو لين 100 متر هناك ياخذون على الاول، هناك ياخذون على المركز الاول عند ال 100 متر، اما هنا يصارعهم ويجاتلهم ويضاربهم ويتحداهم، ولكن هناك ما ادري اظني مسوي لك سوا هناك مره ما ادري عند قبل الخط 50 متر ياخذون على الاول، يلا يا ابو عبد الله ان شاء الله ما ياخذون عنك، ان شاء الله ما ياخذون عنك في هذا الشوط، لا تصرف حكيم، تصرف حكيم، نبغيك تتصرف يعني تخطط لهم الحين، عندك بن سليم او عندك سعيد بن عبد الله اللي بالمركز الاول، او عندنا بن كعيب، او عندنا منو بعد، هذه الثلاثه اللي في المقدمه، هذه الثلاثه اللي في مقدمه الشوط، وما زالت المعركه حاميه الوطيس، حاميه الوطيس، يلا نقول راعي الزقاره يشبها الزقاره، وراعي المدواخ يزيده تعميله، يلا نقول غايه غايه لو عليها يشكل هجمه، وغاره نعم عندها في الركض والكايد ضخيله، شوطها تشعاه من اول مساره، تنشل له شعاراته كبيره، تندفع الصوت من قبل الاماره، وعلى الاماره عندها مخزون غيره، عندها مخزون غيره في الاماره، يلا امر امر امر، نقول امر يا الفلاسي، لان راعي الحذره بن سليم، وهناك ايضا وصلنا راعي الشايبه، راعي الشايبه، ولكن شوفوا 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 بن سليم بن سليم بن سليم بن سليم، راعي الحذره راعي الحذره راعي الحذره راعي الحذره، ارقامهن الاول واحد واثنين، ارقامهن الاول واحد واثنين، وهي غايه في الاول والحذرة في رقم اثنين، وما زالت المعركة غاية من البداية، وعصاها في الابطال، عصاها ما طلعت ابدا، الحين الحين طلع عصاها، طلع عصاها من الابطال، الحذرة تحاول، الحذرة تحاول، بن سليم بن سليم، وغاية 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 البداية، وغاية النهاية، وغاية الناموس، وغاية الناموس، من البداية تقوم طفر وتنتهي طفر، تقوم الاول وتنتهي الاول، تهانينا لسعيد بن عبد الله بن محمد الفلاسي، الثاني الحذرة علي بن سالم بن سليم، المركز الثالث حميد بن كعيب، والمركز الرابع الشايبة حميد بن محمد بن معصم الفلاسي، والمركز الخامس هناك العويسي، وصلنا على المركز الخامس، 7 دقائق و56 ثانية 7 دقائق و56 ثانية.